إذا نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة يونسس برو مع شرح جديد حول موقع فولو فاست، الموقع الذي شرحته مسبقا وسأشرحه الآن. كما ترون شراء النقاط اضغط من فوق على باي بوينتس واستوجه لصفحة شراء النقاط. يمكنك شراء النقاط من الموقع والعمل على حملات إعلانية لفيديوهاتك على فيسبوك او على يوتيوب او على انستغرام او بوستاتك او اي شيء، ويمكنك شراء الفي اي بي بريميوم من هذا الموقع. كما ترون الان 14 ممبر هم في اي بي داخل الموقع يعملون على الموقع اذا اردت العمل مجاني بالفي اي بي. اما اذا اردت شراء النقاط يمكنك شراء النقاط بالذهاب فوق الى باي بوينت، هي معروفة جدا فوق كما ترونها في الجانب الأيمن فوق باي بوينت، وهناك باي في اي بي وهي الصفحة التي أمامكم الآن. الفي اي بي لمدة أسبوع 6 دولار، لمدة شهر 9 دولار، لمدة عام أو سنة كاملة 22 دولار. والفي اي بي أيضا مهم، يعطيك لايكات ويعطيك نقاط سريعة جدا. إذا سنتحدث حول ربح من هذا الموقع. هذا الموقع جميل جدا، لاحظ فقط لتويت لايك، لاحظ 49 لكل لايك على تويتر، لاحظ يعني اعمل فقط، قم بالعمل مجاني وستربح نقاط رهيبة جدا، ستربح نقاط رهيبة ستحولها الى مشاهدات لفيديوهاتك على اليوتيوب او فيديوهاتك على فيسبوك. لاحظ هنا يجب ان تتوفر على حساب تويتر وتقوم باضافته، ويمكنك عمل ايضا تويتر شيرز كما ترى او ريتويت كما تعلمون 49 نقطة. اذا كما ترون تويت اون تويتر، كل هذه اللينكات يمكنك العمل لها تويت وتربح 49 نقطة. فالعمل واضح امامك، تضغط على تويت تظهر معك التويتة، تقوم بعمل تويت لها على حسابك وتربح. هنا ايضا 29 نقطة لتويتر فولورز، وايضا الانستغرام كما ترون 29 نقطة لكل فولو على الانستغرام. فقط يجب عليك العمل 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 ثم العمل المجاني لتربح نقاط رهيبة. تلك النقاط اللي ترى فوق 17953 نقطة فهي من العمل المجاني، لم أشتري منها نقطة واحدة، لم أضغط على باي بوينت ولم أشتري أي نقطة برصيدي المالي، فقط عملت مجانا وربحت تلك النقاط. هنا أيضا ليتي فيوز، تضغط على بلاي وتتوجه إليها. أنا فقط أقوم بتسريع الفيديو لكي يكون كل شيء واضح أمامك، لكي ترى كل الخيارات. كل تلك الأيقونات فوق فهي للعمل المجاني. هنا تضغط على تويتر، يقول لك أضيف حسابك على تويتر، تضيفه وتبدأ العمل. فقط تويتر يوزر نيم يجب عليك الحصول عليه من رابط التويتر. تذهب إلى حسابك على تويتر، تذهب إلى بروفايل. الطريقة سهلة جدا، سنذهب الآن إلى تويتر أمامك، أمام نصب أعينك الآن ستشاهد الطريقة. نذهب الى تويتر، انا لدي هنا متصفح يعمل ببينج بينج سيرش، ستظهر معك ايضا انت على جوجل تويتر، تضغط عليها. الان ساضغط على تويتر ثم سيتوجه بي للتويتر. انا قد سجلت الدخول لحسابي على التويتر، كل شيء ستلاحظه امامك في الفيديو. وأعتذر جدا على الانترنت الضعيف، صبيب انترنت ضعيف، سأقوم بإقفال الفيديو وأعود. إذا هذا حسابي على تويتر، ستضغط على اللوجو الخاص بك فوق أو تحت ويظهر معك الرابط، الرابط فوق وهناك ستجد اليوزر نيم الخاص بك، تقوم بعمل كوبي له، كوبي لذلك اليوزر نيم فوق، ثم تذهب إلى حسابك على فولو فاست، ثم تضغط على كولي أو لصق، ثم سيت أكاونت، وهكذا تضيف حسابك وتضغط على تويتر لايك وتعمل. فقط تعمل، لا يوجد أي شيء. اعمل اعمل أخي الكريم، لأنني أرى العديد من الإخوان يتسجلون عن طريق رابط الريفيرال لا يعملون. لهذا هذا هو المشكل، المشكل فيك أنت أخي الكريم، لا تعمل. اعمل على موقع اجمع النقاط وحولها لشيرز وستربح، تربح لا محالة. فقط قم باختيار عرض من عروض سي بي اي او اي عرض، قم بالترويج له عن طريق الفيسبوك شيرز او اللايكات او اي شيء، ارفع البوست الخاص بك على مواقع التواصل الاجتماعي. لاحظ قد ربح 49 نقطة، ساعيد الكرة مرة اخرى واربح النقاط. ان لم يربحك النقاط قم باعادة عمل لايك مرة اخرى، قم باعادة عمل لايك حتى تربح.
لأن هناك بعض البوستات لا تعطيك النقاط وكأنهم يعملون سبام لك في الموقع. المهم يجب عليك العمل وإعادة العمل. لكن كما قلت إخواني فقط العمل 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 ثم العمل وما إلى ذلك. يعني العمل لا يوجد أي شيء من غير العمل. فقط اعمل أخي الكريم وستربح نقاط هائلة جدا من هذا الموقع, موقع followfast.com. فقط يجب عليك العمل. أنا قمت الآن هنا بتسريع الفيديو لترى العمل بسرعة. أنت ما عليك إلا العمل على موقع وعمل لايك للتويترز للتويترز الخاصة بك. وإذا كنت تريد العمل أكثر قم بعمل حساب جديد على تويتر وقم بالعمل ريتويت وما إلى ذلك. المهم اعمل بحساب تويتر غير حسابك الخاص, كما ترى أنا أعمل بحساب آخر, وتجمع النقاط وتحولها لفيسبوك شيرز وفيسبوك لايكس وما إلى ذلك. المهم أنت اعمل اعمل على هذا الموقع, إنه موقع جيد جدا. حتى اليوتيوب فيوز فهي رائعة جدا, ذات جودة عالية, وتأتيك أيضا بلايكات وتأتيك بالعديد من الأشياء الرائعة جدا على هذا الموقع. لاحظ جمعت 18,000 نقطة, كانت قبل 17,000 الآن أصبحت 18,000. فقط يجب عليك العمل والتركيز على كل مواقع التواصل الاجتماعي. والموقع أيضا يهديك ديلي بونس تقريبا 100 نقطة أو 100 نقطة على ما أتذكر كل يوم تسحبها. فقط يجب عليك عمل 15 كليك وتحصل على 100 نقطة مجانا, وبعد ذلك كل ساعة تحصل على 25 نقطة. 25 نقطة تحصل عليها كل ساعة تعمل فقط تقريبا 5 أو 6 أكشنز وتحصل عليها كل ساعة. مثلا هذه الساعة تقوم بجلب تلك 25 نقطة, وبعد ساعة من ذلك تعود لنفس صفحة البونس وتقوم بإدخال الكابتشا وتعيد الكرة وتربح 25 نقطة. ولكن الديلي بونس 100 نقطة تحصل عليها مرة واحدة في اليوم, وهكذا تزيد من أرباحك في الموقع. يمكنك أيضا سحب أرباحك بالضغط على كاش أوت, سحبها عن طريق تحويل النقاط إلى كاش وسحبها على البيبر. هذا ما في الأمر. الموقع رائع جدا. أنا فقط أسرع الفيديو هنا لترى أنني أعمل على الموقع, ولست أكتب عليك أو أهمك بأنني أربح بدون يعني أربح هكذا بطريقة كي أضلل لك أو ما إلى ذلك. كما ترى كل شيء واضح, كل هذه يجب أن تعملها. لا أريد أن أطيل في الفيديو كثيرا, لأن الفيديو إذا قمت بالعمل على كل شيء سأقوم بإطالة الفيديو كثيرا. فقط أحب أن أقربك من موقع followfast لتعرف فكرة العمل وتقوم أنت أيضا بالعمل عليه وربح المزيد من النقاط وتحويلها إلى social shares. وأنت يجب أن تشغل دماغك, يعني الناس هنا تقوم بوضع رابط على الانستغرام للحصول على لايكات. أنت أيضا يجب أن تستفيد من هذا الموقع. كيف؟ يجب عليك وضع رابط ربحي أو ما إلى ذلك وتقوم بعمل شير له وتربح منه رابط سي بي اي, رابط عرض, أي شيء. المهم أن يكون شيء صادق. لاحظ 18,243 نقطة فقط من هذا الموقع أعمل عليه عادي جدا. هنا لديك في الجانب أدد بيج سايت, سنمر إلى شيء آخر. هناك الفيسبوك, يمكنك إضافة الويب سايت وما إلى ذلك, يوتيوب شيرز, إنستغرام, تويتر, ميكس, بينتريست, ويب سايت ترافيك لجلب الترافيك, البانر أدز. هنا أيضا يمكنك إضافة بانرات إعلانية لشركات. يعني 5 مشاهدات تحسب لك بنقطة, 1 كليك تحسب لك ب200 نقطة. لاحظ هنا أخي الكريم, تضع الأد تايتل وتضع الأد يو ار ال أو موقع الأد, تضع البانر يو ار ال ويجب ان يكون 468 في 60 بيكسل. فيزيتور سيستم يعني البيبر بير فيوز او البيبر بوينت, انت تختار بيبر كليك او بير بوينت وهكذا. وصراحة موقع رائع جدا. هناك الاد تكست, هاي ايضا يمكنك العمل نفس الطريقة. فقط هنا لا يوجد بانر, توجد فقط الاد يو ار ال والاد تايتل, وتختار طريقة النقاط والكابتشن نمبر فقط لا غير. تضيف الكابتشا وتضغط على الأرض. هنا أيضا يوتيوب فيديو لايك, فيديو ديزلايك, فيديو بلايز فيوز, شانل سبسكرايبرز.
وهناك ترى لإضافة الفيديو الخاص بك، الفيديو تايتل واليور ال، وتضع النقاط التي تريد من 2 حتى 3 نقطة، أو ماكسيموم 3 نقطة و2 أقل نقطة. البوينت الوكيت، تضع البوينت الخاصة بك، التارجت يمكنك التارجت لدولة معينة، الكابشن نمبر تعيدها، ثم أرد فيديو. الجميل في الأمر أنك يمكنك استهداف دولة معينة. أنا أتركها ألبورد للحصول على لايكات سريعة. إذا أردت الحصول على لايكات جودة عالية من دول أوروبية أو من دول أمريكا، تختار على تضغط على ألبورد وتختار الدولة التي تريد إضافتها. إذن هنا الديلي بونس التي تحدثت عنها، ها هي، تضغط على ديلي بونس فوق وتظهر لك صفحة كليم ديلي بونس بوينتس. إذن بعد الضغط على الديلي بوينت إخواني الكرام، فقط الانترنت الإخوان ضعيفة جدا، لهذا أستسمح منكم كثيرا، أقوم بقطع الفيديو أعود. لاحظ فري بوينت ديلي، لوجن ديلي، دو أتليست 15 لايك أو هيت، ثم تضغط على البوتون، هذه البوتون التي أمامك، جيت مي الديلي بونس. أنا ضغطت عليها مسبقا، لن يعطيني، فقط سأضغط عليها لترون أنني قد ضغطت عليها وحصلت على البونس. لاحظ you already claimed bonus points، يعني ضغطت عليها مسبقا وحصلت على النقاط. you can visit this page tomorrow. هناك ما ترون free points every hour، كل ساعة يمكنك الحصول على 25 نقطة، فقط تدخل الكابتشا وتضغط على get 25 hourly points. ثم هنا ايضا قد حصلت عليها هذه الساعة، you already claimed، يعني بعد ساعة سأعود هنا وسأقوم بالضغط عليها وأربح 25 نقطة مجانية. لديكم أيضا الكاشاوس، قد تحدثت عليه أيضا، ها هي 18,000 نقطة، فهي 0.60، يمكنني تحويلها إلى بيرفكت موني أو إلى البيتكوين، سحبها على بيرفكت موني أو على البيتكوين كما ترى. وأيضا هناك بايمنت ميثودز أيضا تحت أنيتلير أدفانسد كاش. لاحظ سنضغط على الكالكوليتر ونقوم بكتابة 18,243 زائد نفس العدد، ثم سنرى ما هي النتيجة إخواني الأفاضل. 36,468 نقطة، ستعطيك تقريبا $24 وما إلى ذلك. سنقوم بحساب ايضا 0.68 اعطتنا $116 في 36,000، يعني اعطتنا ذلك العدد. يمكنك السحب على دولار، يمكنك جمع النقاط وسحب دولارك الاول من هذا الموقع. وانا افضل ان لا تسحب هذا على شكل مال، فقط قم اخي الكريم كما ترى، $1.5 للباي بال، والبيتكوين $1.5، والبيرفكت موني ايضا $1.5، المينيموم بايمنت سيستم. انا افضل ان تعمل بهذه النقاط على سوشيال شيرز، او تبيع لايكات للاخوان في مواقع بيع اللايكات وتربح اكثر من هذا الذي تسحبه، يعني النقاط ستربحك اكثر اذا عملت على استراتيجيات اخرى عن طريق بيع اللايكات وبيع سوشيال شيرز. تقريبا هذا هو موقع فولو فاست، موقع جميل رهيب جدا، اعتبره جيد، له تصميم يعني سيمبل عالي جدا. هنا ايضا الريفيرالز، يمكنك الترويج لرابط الريفيرال الخاص بك، وعلى فكرة سأضع لكم رابط الريفيرال في الوصف لمن اراد العمل معي كفريق، سأضع لكم رابط الريفيرال. لمن لم يريد يدخل يتسجل مباشرة لفولوفاست.com، لا مشكلة لدي اخواني الكرام، تسجل مجانا عن طريق الرابط مباشرة بدون الريفيرال الخاص بي. اذا اردت، اذا كنت تريد مساعدتي، ادخل اخي الكريم وتسجل عن طريق الريفيرال الخاص بي، وشكرا لك واشكرك جزيل الشكر على دعمي في هذا الفيديو. لأن القناة أيضا أخي الكريم لا يوجد بها ربح، لا يوجد بها تحقيق الربح، فقط أريد العمل على اليوتيوب لكسب يعني عملاء جدد، وناس جدد يدخلون معنا في الموقع ويستفيدون أيضا من هذا الموقع، ونستفيد معكم جميعا. وإذا كان أي جديد سنقوم بإبلاغكم هنا في الفيديو. إذا شكرا لكم على متابعتكم لقناة يونسس برو، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، كان معكم يونسس برو، إلى اللقاء إخواني الكرام في فيديو قادم إن شاء الله.